ليش جبت الدكتورة معك لهون؟ أنا اللي أصريت إجي ليكون عندك مانع. عندي في إلنا حديث سوا أساسا. الجو كله مكهرب بالبيت والكل قلقان ومتوتر. عندي شغل. شغل شو هاد؟ دكتورة روحي صايرة بمناخيري. أنا عندي شغل، يلا روحي على البيت. من أمتى كنت رد عليك؟ يا ريتك رديتي علي. تأخر الوقت كتير. وين ما بتروح أنا رح روح. رجعوا على السيارة. ليش ما نجي معك؟ أنت مو جاي مشان تاكل؟ أنا بفوت معك على العمليات دكتورة. لا ما هي. فوتوا على السيارة واستنوا. أنا بفوت معك على الأقل. أخ راس. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل عود فرهاد. الحمد لله على سلامتك. شكرا. الله يسلمك. شكرا لكم. جيتوا كلكم وما رفضتوا لي طلبي. شكرا. الجو كله مكهرب فرهاد. بعرف. مشان هيك أنا ما رح طول عليكم كتير. نحن اشتغلنا مع بعض سنين طويلة ما؟ كلكم رجال بجد وممكن الواحد يوثق فيكم. وممكن نساعد بعضنا البعض. حدا عنده مشكلة؟ كل شيء قلته حلو، بس هروب نامق بهي الطريقة الغريبة ما كان منيح. تمام معك حق، ما كان منيح. هلأ الوضع مختلف، صلتي بخالي انقطعت لأسباب شخصية وصارت معروفة. أكيد هو رح يتصل بواحد منكم. أنتوا أكتر رجال بيوثق فيهم. شو بده من الرجال اللي كان يشتغل معه النامق؟ على الأغلب مشان يشوف إذا كان في حدا عم يساعد نامك. ما قال لي أنا هيك بظن. شو يعني رح يتعاون مع الشرطة؟ كل اللي بدي إياه إني لاقي نامك قبل ما تلاقي الشرطة وتوصل له. يعني الخادم تبع نامك إجا يشحد المساعدة منا مثلا؟ وقف عندك شو هالحكي؟ شو عم كذب؟ مو شايف؟ عيلة نامك انتهت ونامك مفقود والخادم جاي يطلب مساعدة. وقف. شو عم تعمل فرهاد؟ هدي حالك شوي. وانتو كمان نزلوا سلاحكم. قلتلكم نزلوا سلاح. ما عاد بدي اسمع حكي فاضي. عم تسمعني ولا لا؟ نحن منتهيين احسن منكم. انتو بضعكم هاد. خدوا مراد وطلعوا من هون. تعود فرهاد. انا اجيت لاحكي مع رجال وحكيت. شكرا لكم لانكم سمعتوني. في واحد ما سمعني واخذ الجواب المناسب. حبكم وبحترمكم. انا قلت اللي عندي وانتو فهمتوني. اذا سمعتوا اي شيء يا ريت تخبروا. تمام من خبرك. اي ماشي من خبرك. شو صار؟ ما في شيء. طلعي. شو اللي صار لايدك؟ طلعوا على السيارة. انت بخير؟ رح كون احسن اذا بتركبوا بالسيارة وتبطلوا تسألوا. طيب خليني شوف ايدك. شو عملت؟ انا قلت لكم خليكم بالسياره مو هيك؟ مو هيك يا اخراس.